أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي الجامعات الأهلية يترجم رؤية الدولة لمنظومة التعليم المتطورة، وشدد مدبولي على أن مستقبل مصر مشرق بأولادها. الحقيقة إحنا النهاردة فعلا يعني لما بنتكلم ونقول إن لدينا رؤية للتعليم لمنظومة تعليم متطورة ولدينا عزيمة على تنفيذ على الأرض، أعتقد وجود أبنائنا النهاردة اللي بيحتفلوا هو خير إثبات لمصداقية الدولة المصرية وقدرتها على تحدي كل الصعاب والتحديات اللي احنا النهاردة بنواجهها في فترة غير مسبوقة على تاريخ العالم كله. وأنا هذكر حضراتكم، ويمكن وأنا بقولها وبنهي كلمتي عشان ما أطولش على حضراتكم، التاريخ هيذكر هذه الفترة زي ما احنا النهاردة بنقرأ في كتب التاريخ ان فترات بداية القرن العشرين كان فيها تغيرات جوهرية بتحصل في موازين القوى في العالم. احنا بنشهد فترة انتقالية العالم كله بيتغير فيها، فترة شديدة الاضطراب، شديدة التحديات، وان شاء الله اللي هينجح ويصمد هو اللي لديه رؤية وعزيمة وإصرار على النجاح. وولادنا النهاردة هم خير إثبات لهذا الموضوع، وانتوا مستقبل مصر، وان شاء الله مستقبل مصر هيبقى مشرق وجميل بيكم ان شاء الله بإذن الله.